تبدو حفنة المال الكبيرة هذه ظاهرة غريبة في الأسواق اليمنية باستثناء إذا كانت بيد أحد عناصر الميليشيات الحوثية، فالوضع الاقتصادي المتردي في مناطق سيطرة الحوثيين ينطبق فقط على المواطنين اليمنيين الذين فرض عليهم هذا العام تأجيل فرحة شهر رمضان الكريم بسبب الأتاوات والأزمات الاقتصادية المركبة التي تفتعلها الميليشيات. نحن نشوف قضينا رمضان بس ما قدرناش، يعني الصدق الناس بيموتوا جوع برمضان، قضوا صوم ومرض وتعب وغلاء، بيزيدوا ينهاروا أكثر وأكثر. القدرة الشرائية عند المواطنين تكاد تكون معدومة، صح ترى أن الأسواق تخطف بالناس لكن نبحث على الأشياء البسيطة جدا التي لا تستطيع حتى في القوت اليومي للناس. تزدحم الأسواق والشوارع في تعز اليمنية المحاصرة منذ أكثر من 6 سنوات، إذ يحاول الناس استقبال الشهر الفضيل بأقل الإمكانيات المتاحة وسط أزمات متصاعدة سببها الرئيسي الحصار الحوثي الجائر على تعز، مما أدى في نهاية الأمر إلى ارتفاع سعر الدولار أمام الريال اليمني بنسبة 500%. المواطن أصبح لا يستطيع أن يأخذ متطلبات رمضان بسبب الأسعار المتواجدة في السوق. معدلات البطالة في اليمن وصلت إلى مستويات قياسية، كما شهدت بعض المدن المحاصرة عدم الالتزام في صرف الرواتب في مواعيدها، مما أدى للجوء اليمنيين لأي عمل لعله يضمن لهم وجبات إفطار بسيطة وشهية في شهر رمضان تبث الفرح في نفوس عائلاتهم.